الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله جنا مجمع بیٹھا نا سارے باواز بلند تشریف پڑھو سارے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سوہانی گڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لکھوں سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر و رسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلوں ستی مجھے لاکھوں سلام جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے اس رضا نظاہر